يوسف باشا نقولوا لك الف مبروك نجاحك في البكالوريا. اكيد ما بالنسبه للملاعبي وتيتيلير في الكبسينور وايضا في المنتخب وزاد راجع الدروس نتاعو في بكالوريا ما كانش عام سهل. والله الحق ما كانش عام سهل، برشا تعب بين الكوره والاخرين، قعدت مركز في دوس حاجات الحمد لله ربي جت النتيجه باهيه ان شاء الله. هو نقرا في ليسي سبورتيف ابو الحسن الاخمي سكرة، حتى هو باش نمشي ان شاء الله نكمل خريطتي في الفاك دو سبور. والله الظروف نتاع التحضير ما جات البريود نتاع ريفيزيون، معناتها جا عندنا ستاج مع السينيور، نزل قرايتي معايا الستاج، مني نترانا ومني نحضر شوية شوية لعيبة، صحيح كانت صعيبة برشا، الحق كانت صعيبة برشا، كوا ما تو تفاديناها وان شاء الله ان شاء الله سي الفرحة جات والحمد لله. والله صحيح الفرحة فرحتين باك ومشاركة فريقية سياسة بدأت ترجع إن شاء الله بسياسة والحمد لله على كل حال. صحيح سياسة مدرسة كبيرة برشا ما أنت تخول لك باش تكمل القراية تقوم ترانا زادة في هذا الوقت دارنا وقفينا معايا البي الوالد نحب نشكره ونقدم له التحية من اللي انا صغير هو تعب عليه ما يهز فيا نترانا ويضحي على خاطري وما عنده باش وصلت للحاجه هذيا كراسة عائلتي وكراسة البابا اكثر حاجه وعندي زاده عندي زاده اصحابي زاده في الاكيب عاونوني برشا كي طلعت سينيور عاونوني معناتها دخلوني في الجو هكا اللي خلاني معناتها نتأقلم مع الإكيب ونحقق الحاجات الإيجابية معهم. الحمد لله تو على الباك اللي خديناه تو باش نركز تو في عندي الكورة لازم نركز عليها إن شاء الله على قريب باش نبدا ونرجع نترناو نحضروا للمسابقة الإفريقية مسابقة لازم نحضروا لها بالباهي وباش نركزوا فيها بالباهي إن شاء الله. والله تو أنا سوق نترا مع جماعتي تو مركز مع جمعيتي معناتها الحكاية هذي صحيحة جاو فما عروض ما فما حتى عرض رسمي فهمت أنا تو مركز مع جمعيتي والأولوية لجمعيتي تو. سي نصار بشا ولد لاعب يوسف بشا بطبيعة الحال كأي ولي يعني يفرح بنجاح ولده جماعة بين النجاح الحمد لله الرياضي والنجاح الدراسي عدى موسم متعب جدا يعني قام بالواجب قام بتضحية كبيرة عاش بريسيون كبيرة عاش عدم فهم في بعض الأحيان لحالة التعب اللي مر بيها ولا حالة الإرهاق الناس تشوف اللاعب في التيران تحب تشوف الروندمون ما تشوفش ما وراء الروندمون هذايا الإرهاق التعب الحمد لله كان في المستوى يوسف قام بموسم نوعا ما نقول احنا ممتاز وقت جمع بين الرياضه والدراسه الملاعبي في الظروف هذه وانا يعني كمدرب وكاستاذ تربيه بدنيه بطبيعه الحال استعملت الخبره نتاعي باش اولا حاولت انه يوسف يمر بالمراحل التدريبيه سابقا كومي فو ومر بها الحمد لله وحاولت اني توا نقوم بالاحاطه خاصه الاحاطه النفسيه الاحاطه يعني حضوري خيرت الموسم هذا اني ما نخرجش خارج تونس اني نكون معاه معناتها باش نكون اوضح للحياه الرياضيه معاه هو ورجيري الستريس جيري لا بريسيون اللي جايته من برا والحمد لله جابنا ربي في الصواب ونجح هو دراسيا اولا سي تريز امبورطون انه اللاعب يجمع بين الدراسي والرياضي والحمد لله قاعد اللي اون تران دو بروغريسي دو كونفيرمي سي لو بلان سبورتيف وهذا ان شاء الله اللي نطمحوا فيه وان شاء الله ليكيب نتاعو نادي الرياضي السبيرسي تزيد تستفيد منه ان شاء الله. بالنسبه للعروض يوسف بلول يعني خارج نطاق الاهتمام بالموضوع هذا يعني كنا واضحين من الاول انه يدوا سي كونسونتري على قرايته وعلى الروندمون في النادي الرياضي السياسي والحمد لله نجح في هذا ونجحنا في انه نيكارتيو من لي بريسيون تاع العروض هذوما به كونسيرنو العروض اكيد فما اهتمام من كشافين من فرق كبيره فيها اللي تطرح في الاعلام فيها اللي ماهوش مطروح في الاعلام
فيها اللي يعرف الجمهور وفيها اللي ما يعرفوش الجمهور. دون تولي كا يعني كلام رئيس النادي الرياضي الصفاقسي كان واضح الى حد الان. ما فماش عرض رسمي واضح، فما يعني كشافين شافوا البريستاسيون تاع يوسف، اعجبوا بيوسف. لو فما عرض رسمي كان رئيس النادي الرياضي سي عبد العزيز المخلوفي واضح في كلامه، يدرس الموضوع هذايا. مصلحه النادي الرياضي الصفاقسي هي المصلحه الاولى، وبعد ذلك الاداره مؤهله اولا انها تاخذ القرار المناسب. احنا توا نحكيو مع ادم اللي هو قريب يوسف، يسكن في فرنسا. ايش تحب تقول يوسف؟ كيسكو فو لي دير بور يوسف؟ يسري بش خو يوسف، اش تحب تقول خوك في المناسبه هذه؟ اكيد فرح العائله في القرايه وفي اللعب. والله يعطي الصحه، معناتها عمل لي فور كبير، معناتها بين الكره والقرايه، معناتها ديما قعد معناتها بين الزوز، معناتها حتى القرايه معناتها في التلفزيون معناتها ما بقاش مرتاح ياسر، معناتها كاو يعطي الصحه معناتها فرحنا، ومعناتها وان شاء الله ديما عمل حاجه كبيره. ان شاء الله يكمل هكا ويفرحنا.